أنتم في الاستماع البرنامج الأمولاتي، وصلنا لفقرة النصائح الخاصة بالأطفال، واليوم معنا الدكتورة ليندا رشدي اختصاصية في الطب النفسي عند الأطفال. أهلا بك ليندا. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. دكتورة، كنا تكلمنا في حلقات سابقة على التطور العاطفي عند الأطفال، واليوم نبغيو نعرفوا معاك يعني شنو هي التربية المناسبة لكل الأطفال من أجل يعني داك التحصيل ديال الذكاء العاطفي والتطور الدماغي. الذكاء العاطفي، أول حاجة التعريف ديالو هي خصنا نعرفوا بأن علاش كنهضروا هاد لي ديغنيغ زاني السنوات الأخيرة على الذكاء العاطفي، حيت الباحثين والأخصائيين النفسانيين شافوا بأن الذكاء الذهني بوحده ما كافيش بالنسبة للطفل، يعني كيقدر يكون طفل عنده ذكاء ذهني وقدرات ذهنية كبيرة، ولكن من تيجي الأشياء اللي أخرى يعني في العلاقة، في ربط علاقات مع الآخر، الاندماج في الوسط ديالو، اندماج في المجتمع، كيلقى صعوبات كثيرة. دونك افكتيمو علاش داكشي، علاش تبين لهم ان ربما كاين اشياء واحده اخرى من غير الذكاء الذهني، القدرات الذهنيه ديال الطفل، كاباسيتي سيريبرال ديال الطفل. دونك هي فاش جات هذيك لا تيوري، يعني النظريه ديال الذكاء العاطفي، اللي هي من التعريفات اللي عندها هي انها هي القدره ديال الطفل انه يكون واعي بالليزيموسيون ديالو، يعني بالعواطف ديالو وبالاحاسيس ديالو، وانه يقدر يسميها، يعطيها واحد السمية، ولكن انه ما تكونش غلبة عليه، ما يكونش انه emporté par ses émotions، يقدر انه il va les nommer, les reconnaître. غادي يقول مع راسو راني جو سي با راه غضبان، راني غضبان، هذا حالة غضب، ولكن بلا ما يكون داك الغضب غادي يتعدى انه ما يبقاش متحكم كاع في راسو. دونك هذا بالنسبة للتعريف. هو ملي تنهضروا على هاد الانتيليجونس ايموشنال، الذكاء العاطفي، في جات منه واحد الاشياء اللي هي تنهضروا حاليا على التربيه، ليدوكاسيون ايموشنيل. دونك هي واحد التربيه اللي غادي تنمي في الطفل اشياء اخرى من غير الاكتسابات الاكاديميه اللي كتكون عاديه، انه سكون ابل لي زاكيزيسيون بيداغوجيك، يعني دو لا سكولاريتي العاديه. كاين اشياء اخرى اللي خصنا ننميوها في الطفل اللي داخله في التربيه وفي التعليم ديالو، هي عندها دور كبير، عندها دور كبير في تكوين الشخصيه ديالو، انها تسمح لي ماشي غير باش يجيب نقاط مزيانه، ولكن انه يكون واحد المواطن اللي هو صالح، ولانه مواطن اللي هو مندمج خصوصا في الوسط ديالو. غادي نمشيو مباشره باش نتعرفوا على كل تساؤلات الامهات اللي كنتوصلوا بها دائما على الرقم 5080. مستمعه الدكتوره كتسولك، ولدي عنده 3 سنين، تبارك الله عليه، اللي يسمعها كيحفظها، سواء الاناشيد والحروف والارقام، كل شيء في العائله تيشوفوا انه ذكي، ولكن عنده صعوبه ديما منعزل وما كيندمجش. اول حاجه يعني الا كان انه عنده قدرات اللي كما قلنا الذهنيه اللي عاديه، وانه عنده مشكل في التواصل، باسكو هنايا مشكل في التواصل، واش هذا المشكل في التواصل عنده مع الناس كاملين ولا مع بعض الناس اللي ما تيعرفش، هذه حاجه كتكون عندها واحد سبب معين، ولا كيكون واحد قله في التواصل مع الناس كاملين، وهذه رحنا في اطار اخر. داكوغ، الا كان غير بعض الحالات اللي عنده مشكل ديال التواصل، ولا مشكل انه منعزل شويه في بعض الاحيان، دونك يمكن ان جوستومون بين هاد التربيه اللي هي كنقولوا التربيه العاطفيه، ان جوستومون اننا يمكن ننميو فيه روح التعاون الجماعي، يعني حلبه اون فالي بروبوزي دي جو، بعض الالعاب اللي ما خصوش الطفل باغ اكزومبل انه يلعب بوحديتو، انه هو لابد خصنا ندمجوه في واحد المجموعه ديال الاطفال باش يمكن انه يبارطاجي معاهم، انه يشاركهم جوستومون في اللعب ديالهم، يعني اختاروا لي العاب جماعيه اللي غنساعد اكثر. فوالا اكزاكتومون. اس ام اس اخر دائما على رقم 5080. ولدي عنده دابا عامين ونص، كيعذبني بزاف الخروج معاه، كيبدا يبكي ويتمرمغ في الارض، حتى كنلبي ليه داكشي اللي بغا، وانا كنحشم من صداعو قدام الناس، كنلبي ليه كل مره طلباته ولفها بزاف، وما عرفش كيفاش نتعامل معاه باش نغير ليه السلوك ديالو. وهذه يعني كيعيشوها بزاف ديال الامهات. ربما كيف ما قالت عطات واحد النقطه مهمه، وان بزاف الامهات كيحشموا قدام الناس على انه مثلا يشوفوا الولد ديالهم كيبكي بزاف، فكثر على انه تفادي المشاكل وداك الصداع
يعني كتحاول ان اما تلبي ليه الرغبه ديالو اولا تهزو من الارض ولا انا النقطه اللي بغيت نقول ان الطفل هو طفل كيكون ان جينيرال طفل ذكي يعني حتى هو تيفهم راه عارف بانه قدام الناس راه الام ديالو غتكون محرجه ربما داك كيلعب على داك الاحراج ديالها قدام الناس باش 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 يشوف باسكو الطفل راه هو حنا اللي تنعلمو حنا الكبار دونك حنا لي زادولت غادي هو غادي يجرب راسو غادي يجرب غايفا نو تيستي غايجرب واش كاين واحد لي ليميت واش شادين هذوك الحدود شادين واش الاباء ديالو والامهات ديالهم صارمين ولا لا دونك حنا الدور ديالنا اننا نتعداو داك الاحراج اللي كنحسو به قدام الناس حيت هذا المشكل ديالنا حنايا واننا نبقاو على الصرامه ديالنا بان خدينا واحد القرار وان داك القرار ماشي ضد الطفل القرار من اجل الطفل من اجل زعما لانتيغي دو لونفون الصحه ديالو الصحه ديالو اننا غادي نشرحوا ليه علاش بيان سور ماشي ما سي با ان بغا دو فيغ ما غاديش ندخلوا معاه في واحد العراك ولا شي حاجه لا سي با ان كونفلي ماشي نزاع ولكن غادي نشرحوا ليه بانه الا خدينا هذا القرار راه لمصلحته وراه ها الاسباب علاش خدينا هذا القرار ولو يدير قدام الناس ولا بوحدنا في الدار ولا سان شونج غيان دو تو يعني خصنا نبقاو حنايا شويه الصرامه من الام يعني من الام ولا الاب داكور اس ام اس اخر من عند موسى معاق شكرا على كل هاد النصائح اللي كتقدمونا اللي يخطيكم علينا والله يخليك وصلوا رسالتي للدكتوره ليندا انا بنتي عندها 3 سنين ونص عاد ولدت ولد اخر عنده 9 شهور بنتي كانت عاديه ولكن ولات كتغير من البيبي بزاف يعني كتبول في الفراش وكتبغي انني ندير ليها ليكوش وتاخذ البيبرون ونعملها بحال البيبي فالله يخليك دكتوره كيفاش نتصرف معاها اول حاجه يعني حاجه طبيعيه ان ملي تيكون زياده جديده ان الطفل اللي تيكون قبل تيولي انه تيحس بان بحال بلاصتو في خطر دونك تيحاول انه بهذه الطريقه انه سواء كيعبر على راسو انه كاين بحال يا اون بيتيت كاين واحد التراجع واحد بيتيت ريغريسيون كيكون واحد التراجع يعني اشياء اللي ما كانش كيديرها باسكو الام تتهتم بهذاك لو بيبي الجديد بهذه الطريقه يعني كتبدلوا لي كوش كتعطي الماكله دوك الاشياء اللي كتثير اهتمام الام هو تيحاول يديرها باش يثير الاهتمام ديال الام ديالو كذلك دونك وشنو هو الغرض من هادشي كامل انه تيحس ان بحال الحب والاهتمام اللي كانت عاطيه الام ديالو ولا الاب ديالو ربما داك الطفل الجديد بحال كيشكل له خطر عليه فهمتي دونك تنظن انه اول حاجه خص تكون واحد الاشياء اللي هي وقائيه يعني اول حاجه خصنا نوجدوا لا غروسيس يعني اول حاجه ان من تكون الام الحامل بفتره الحمالة انها تشرح للطفل انها توجد له تقول ليه انه ولو غيجي طفل اخر يعني ما غاديش ينقص من 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 الحب ديالها للطفل ديالها اللي قبل منه وانه الحب ديال الام يسو ملتيبلي يسو بارتاج با ما كنقاسموش الحب ديال الام ديالنا ولكن هو كيتضاعف يسو ملتيبلي دايوغ سي اون فراز كي دو ايتر ريبيتي بار لي مامون كوم كوا حيت الغرض ماشي كامل مهاد التصرفات كامله هي انه الطفل تيحس براسو مهدد في الحب ديال الام ديالو دونك تنظن ان الام خصها انها تشرح للطفل ديالها انه انه ولو كاين طفل اخر ما كينقصش والو يعني بلاصتو محفوظه باسكو سي سا سكي شيرش لوي كريم من الرباط تيقول في الاس ام اس دابا مع العطله الصيفيه كيكون عندنا وقت اكثر باش نكونوا مع وليداتنا وبغيت نعرف شنو هما الالعاب اللي ممكن اننا تنصحينا بهم اللي غادي يزيدوا من تطور القدرات الجسديه وينميو ليهم الذكاء هو في اشاره يعني في السن ديال وليداته 4 سنين وعامين ونص يمكن كنهضروا على الذكاء العاطفي كاين ربما اشياء اللي تقدر تنميها الذكاء العاطفي اللي هو مهم علاش حيت يسمح للطفل انه ربما يولي واعي بالقدرات ديالو الشخصيه يولي واعي بانه ما كاينش بوحدو كاين الاخر دونك هو خصو ولا بد ما يتاقلم مع الاخر يولي واعي بانه يمكن ليه عنده احاسيس حيت حنا اون فادير كولتوريلمون عندنا واحد المشكل في التعبير على الاحاسيس ديالنا دونك بالعكس انه يحس بالغضب ماشي غنقولوا ليه لا ما خصكش تغضب ولا بالبكا ماشي ما خصكش تبكي لا
كتبكي ها علاش انت واحد التعبير على داك الاحساس فوالا ماشي تقمع ماشي تقمع دونك فوالا ها 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 الاحساس اللي كنحس به وعلاش كنحس به وشنو يمكن لي ندير باش نحيد هذا الاحساس داكو اي بي كاين اشياء اللي ربما بالاشياء اللي تعلمناها داك التربيه العاطفيه هي ربما كيفاش كيكون اون فادير لا جيستيون دو كيفاش غنقومو بتدبير القلق لو ستريس اي بي لي كونفلي نزاعات اللي كيقدروا يوقعوا لنا كاملين كيفاش يمكننا نجيغيو هاد لي كونفلي كيفاش يمكننا بالنسبه للناس الكبار وبالنسبه للدراري الصغار بالنسبه للدراري الصغار غادي بيان سور غيكونوا لي مويا يعني واحد ادوات اللي كنستعملوهم هي عن طريق اللعب باغ اكزومبل كونت لونفون بارطاج ان جو باغ اكزومبل السؤال ديال المستمع اللي تيقول انه شنو الاشياء اللي يمكن ولا اللعب اللي يمكن نقترحوه على الطفل تنظن انه كل طفل عنده ميول ميمكنش نديروا واحد فورتو كاع الاطفال نلعبوا من نفس اللعبه تبعوا الميولات ديالهم غادي نشوفوا هو شنو باغي يلعب بحيث خصو اساس اللعب انه كيحس باللذه في اللعب دونك الاطفال ماشي بحال المتعه فيها فوالا دونك ربما كاين اطفال اللي غادي يعجبهم يلعبوا الكره وكاين اطفال اللي غادي يعجبهم يلعبوا اشياء اخرى ما كيبغيوش كاع الكره اون بارلون دو كره داكور مي الفكره هي انه غادي نقترح على الطفل شي لعب اللي اول حاجه انه غادي يخدم فيها الجسم ديالو دونك اون ابروش كوربوريل دونك غادي يخدم فيها الجسد ديالو علاش باش يوعى بانه لي ديفيرونت بارتي دو سون كور يحس بالاعضاء ديالو كاملين وانه هو اللي تيتحكم فيهم باسكو هذا الشيء داخل في التكوين حتى العقلي ديالو تيحس وتتمشي الوعي حتى الدماغ ديالو دونك تيحس بين سي دي جو او سونتر اون ابروش كوربوريل اي بوي ربما لعب اللي غادي يحس بها غير بالمتعه هذه حتى هي تقدر تكون لعبه كيكون لعب اللي غادي يكون فيها لوبجيكتيف ديالي الغرض ديالي من داك اللعب انه يبارطاجي سيدير انه يشارك اطفال واحد اخرين الا سمحتي دكتوره واش كاينه يعني افاده كبر على اساس انه مثلا الطفل مره مثلا غادي يلعب يعني مع وليدات في السن ديالو ومرات غادي يلعب مثلا مع الاسره يعني مع الاب مع الام مع الخوت هكا مجموعين مثلا سواء في البحر او في بارك ولا انا تنظن انه جوج اوقات اللي هما مختلفين ولكن متكاملين على اساس ان الطفل محتاج انه يكون عنده تجربه مع الاطفال اللي نفسه في السن باش يشاركهم كاع لي سونتر دانتيغي ديالهم الاشياء اللي هما متفقين عليها على الاهتمامات ديالهم ولا الاهتمام ديالهم يحسب مناسبه للسن ديالهم وكاين وهذا وقت اخر اللي تيكون الطفل محتاج انه يبارطاج اون اكتيفيتي لوديك افيك لي بارون علاش ماشي غير بوغ لاكتيفيتي ماشي غير بالنسبه لهذيك اللعبه ولا هذيك لو جو اللي غادي يدير اللي غايدير معاهم مي حتى ك بوغ كونسوليدي ان تي بو سا بلاص يعني تيحس بان داك الاب وهذاك الام عاطينو اهتمام وعاطينو واحد القيمه وعاطينو بلاصه فهذيك الاسره وتيقدروا انهم يشاركوا بحيث الطفل ملي تتشاركيه في واحد الحاجه اللي هو مهتم بها فاش كتجي وكتعطيه حتى انت شي حاجه اللي مهتمه بها انت تيقدر يسمعك باسكو من بين كنهضروا على التربيه العاطفيه من بين الاشياء اللي داخله في التربيه العاطفيه ان امكانيه الاستماع وانه سي اون كاباسيتي يعني ماشي كل شيء اطفال اللي غادي يقدر وواحد القدره اللي كتقدر تنميها عاوتاني يعني سي فري كي هي قدره ولكن تقدر تسقل عاوتاني يعني تقدر نكتسبوها مع الوقت نكتسبوها ونمارسوها مع الممارسه ايفيكتيفمون دكتوره ليندا رشدي اخصائيه في الطب النفسي عند الاطفال شكرا لك بزاف على كل هاد النصائح اللي كتقدمينا دائما في فقره النصائح الخاصه بالاطفال